لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الموضوع الملاحظ أنه جبهة على ما فيش مقاييس، ما فيش مقاييس علمية معينة أنه نبني عليها، ولكن الملاحظ أن جبهة الرفض بناء على شبكات التواصل الاجتماعي، أن جبهة رفض هذا الدستور تتسع. نعم تتسع، وعموم الجزائريين الذين ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، الصفحات التي كانت مؤيدة للمسار، لاحظت أن أكثريتها ترفض هذا الدستور. كل واحد يكتب تعليق يرفض الدستور بسبب ما. ما هو الخلل؟ أين الخلل؟ من المفروض أن القضية التي تتعلق بدولة، تتعلق بأمة، لا يناقشها عوام الناس، تناقشها نخبة الناس. هذه الإشكالية. عندما تكون وثيقة دستورية التي هي أعلى قانون في الدولة، من المفروض تناقشها النخب، ليس تناقشها على شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة. لا، هي التي تعدها وهي التي تناقشها. الإشكالية أن أهم وثيقة في الدولة الجزائرية دائما تنجز بطريقة عشوائية. هل يعقل أن أهم وثيقة في الدولة الجزائرية يجي رئيس يشكل لجنة، اللجنة يختارها هو على هواه، يختارها هو على هواه وبالطريقة التي ترضيه وبثقته ومعرفته لهؤلاء الناس، وتأتي ناس من طيارات، لو كان فيه تنوع على الأقل من الخلفية الفكرية إلى هؤلاء الناس نقوله، ولكن يأتي من نوعية واحدة وتعد هذا الدستور بناء على خلفيتها الأيديولوجية الواحدة، وبعد ذلك يصير هذا الدستور دستور الرئيس، وبعد ذلك يطلق عليه الرئيس دستور أول نوفمبر. هذا ليس دستور أول نوفمبر. حتى لو كان دستور أصلاً كما ينبغي، جاء في إطار ما يريده الشعب الجزائري، لا نسميه دستور أول نوفمبر. من المفروض هناك شيء واحد يسمى يرتبط بأول نوفمبر، هو بيان أول نوفمبر. بيان أول نوفمبر الذي اندلعت به ثورة التحرير التي حررت الجزائر وبنت الدولة الجزائرية، لأن جيش التحرير هو الذي بنى الدولة الجزائرية. الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي كانت تابعة للعثمانيين، كانوا يحكموا فيها العثمانيين، لم تكن دولة لحالها وكذا وكذا، بدأت في 62، لكن دولة الجزائر موجودة، لكن مفهوم الدولة بدأ في هذا المنطلق. لذلك أنا لما نقول لك من المفروض أن هذا الأمر ما يكون بهذه الطريقة. إذن عندنا بيان واحد يسموه بيان أول نوفمبر، هذا هو الدستور الثورة الجزائرية، هذا هو القاعدة الأساسية التي انطلقت لتحرير الجزائر وبناء الدولة الجزائرية في إطار بيان أول نوفمبر. إذن هذا هو المرجعية. إذن لا يجي ولا نعمل له توقف، ما تجيش تعمل لي دستور أول نوفمبر، غدوة يجي واحد رئيس واحد آخر يحب يغير هذا الدستور، يزيد يدير في أول نوفمبر، يولي عندي دستور أول نوفمبر، يجيك واحدة أنا ندير دستور في 5 جويلية ونسميه دستور الاستقلال. هذا نوع من العبث. من المفروض أول نوفمبر هو يوم وطني، هو عيد، مع وضع بين ظفرين كلمة عيد وطني للجزائريين. هذا اليوم الجزائريون يحتفلون فقط بأول نوفمبر، بتاريخ اندلاع الثورة الجزائرية، لا يذهب إلى صناديق الاقتراع بتلك الطريقة. ونحن ندرك أنه فيه ناس رح يقاطعوا، فيه ناس رح يقولوا لا، هذا نوع من الإهانة لهذا اليوم. أنا أقولها لكم، أولا شوف هذا الدستور كيف بدأ بهذه الطريقة. أولا كتب بطريقة على عجل، ونزيد نجزم لكم بأن العرب كان عنده هذا الدستور مكتوب، دخلوا فيه بعض الحوايج فقط، لأن العرب قبل استقبلوا أحمد ويحيى من أجل الدستور، وكان أعد ورقة دستورية وكان مخبيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الدستور، أنت الذي تقول، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يقول نيويورك تايمز أنه العهد انتهى، عهد الفساد انتهى وكذا وكذا، والصحيف تروبينيوس، وأنا أرجع نتكلم على هذا. قال لهم يعني كأنه الجزائر ولدت من جديد
في 22 فبراير 2019، 22 فبراير 2019. إذن الجزائر ولدت من جديد، من المفروض تولد من جديد في كل شيء. جي أهم شيء وأهم عمل يقوم به الرئيس يمرر على دستور، يمرر على برلمان اللصوص، حاشا البعض يعني الأكثرية، برلمان الفساد، برلمان الرشوة، الأغلبية البرلمانية والأكثرية البرلمانية اللي موجودة تبع الأرندي ولافلان كلهم دخلوا إلى هذا البرلمان بالرشوة. إذن أنت تقول لي نبني جمهورية جديدة، ندخل عهد جديد بدستور جديد للجزائريين بغض النظر عن محتوى الدستور، لا نتكلم على مستوى الشكل فقط. أول تروح تعقبوا إلى برلمان كان يصفق البوتفليق وكان يشيد البوتفليق وهو برلمان رشوة. إذن وتقول لي بعد ما نفوت الدستور، بعد الدستور نحل البرلمان. والله لا أدري الرئيس كيف يفكر، ولا أدري المستشارين نتاعه كيف يفكرون، بأي منطق تفكرون، ولماذا ما حليتش البرلمان الآن ودرت برلمان آخر في المستوى المطلوب ونظيف حتى إذا درت الدستور تفوتوا على الناس هذا؟ لأن هناك تخوفات من بعض المواد، لأن هذا الدستور فيه كثير من المواد كتبت استجابة للمنظمات الدولية وهيئات الدولية واستجابة لبعض الدوائر في فرنسا وفي هذا. لأنه لو كان يجي برلمان حقيقي، برلمان شعبي حقيقي ومنتخب حقيقة، لم يقبل بهذا الدستور. إذن كيف تجي تقول لهم لا الدستور في هذه المواد راني من أجل استجابة حرية العبادة والأشياء والحريات العامة وكذا وكذا وكذا، وبعد ذلك سيستهدفون حتى قانون الأسرة وهكذا وكذا وكذا، تقول لي هذا الكلام؟ إذن البرلمان ما يفوتهولكش. إذن بس نبقى، لأن هؤلاء اللصوص، لأن أكثريتهم، ولا نعمم دائما نقول لا نعمم، هؤلاء اللصوص خايفين من الحساب، لذلك أي شيء يأتيهم من الرئاسة يرفدوا يديهم ويصفوا، ما يقدروش يقولوا لا، لأنهم عارفين كل أكثريتهم تاع جبهة التحرير تاع لارندي يدخلوا برلمان بالرشوة. إذن راح يخافوا ما يقولوش لا. إذن أنت ما راح انت ما جيت تنطلق تبني دولة جديدة على قاعدة صحيحة. سيدي بنونا دولة على الأقل 20 عام، تفوت لنا 30 عام 50 عام سيدي بدون مشاكل، ابنونا دولة تفوت لنا. انتم جيتوا بنيتوا لنا دستور لن يحترم، نسبة المقاطعة ستكون فيها نسبة المقاطعة، ونسبة واللي شاركوا حتى من الذين كانوا أنصار هذا المسار، أنصار هذا المسار الدستوري رايح يرفض نسبة كبيرة منهم. اللي كان اللي يوافقوا من العوام، أنا نشوف في بعض التعليقات واحد يقول لك أنت موافق على الدستور هو هزيمة كبيرة لفرنسا وغير هذا الكلام. والله كلام شعبوي، كلام شعبوي. متى ستهزم القوى الكبرى راح نجيكم تحدث عليها، مش بالذهاب لصناديق الاقتراع وتقول له نعم خلاص راك هزمت فرنسا وهزمت اوروبا وهزمت امريكا وهزمت القوى وهزمت تركيا في ليبيا وهزمت. لا، هذا كلام غوغائي شعبوي يقال للناس باش يدغدغوا لهم مشاعرهم فقط. خلونا من دغدغة المشاعر، خلونا من العواطف، العواطف لا تبني دول في زمن العواصف. نحن في زمن العواصف، في زمن مشروع كبير لإعادة رسم خارطة العالم العربي والعالم الإسلامي. آمين. في زمن ستندلع كل في كل الدول تندلع ثورات، واللي نجت من ثورات تؤدي إلى حروب قذرة ستكون تحت الضغط، حتى من أجل الضغط عليها ومن أجل العمل على إسقاطها في مستنقعات منها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.